صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس. نهار اليوم السبت بإذن الله بيستمر تأثر المملكة في الكتلة الهوائية الباردة طبعا المرافقة للمنخفض الجوي اللي صنف حسب طقس العرب من درجة الرابعة، ورح تهطل الأمطار على فترات خلال النهار. طبعا اليوم هذه الأجواء الباردة والماطرة ما بتناسب كثير من نشاطاتنا، معظمها بالأحرى على نشاطاتنا اليومية. اليوم طبعا الجلسات الخارجية فكرة أبدا غير جيدة، وغسيل السيارات أو حتى نشر الغسيل اليوم هاي الأجواء أبدا غير مناسبة. واللي حابين نروحوا على البحر الميت طبعا الأجواء غير مناسبة، وحتى التسوق الخارجي اليوم الأجواء غير مناسبة، وطبعا الناموس في الجو اليوم فرصته رح تكون ضعيفة أو حتى الحشرات. وطبعا رح تضلها صحتنا متأثرة طول فترة الشتاء، أو هاي الأجواء الباردة رح تكون هاي الأجواء مؤثرة بشكل مباشر على صحتنا مثل الإنفلونزا، البرد والرجح. فطبعا مثل العادة بدي أنصحكم تتناولوا كثير من الأطعمة والسوائل اللي بتحتوي على فيتامينات وخصوصا فيتامين سي. اللي بيعاني من الجيوب اليوم رح تكون فرصة تأثركم في هذا الطقس البارد عالية، وحتى اللي بيعاني من الربو اليوم رح تكون فرصة تأثركم عالية، ورح تتضاعف عندكم المشكلة بسبب الغبار المثارة في بعض المناطق. طبعا ايضا اللي بيعانوا من الصداع اليوم رح تكون فرصه تاثركم متوسطه، وايضا اللي بيعانوا من الروماتيزم اليوم ابعدوا عن الاجواء البارده مباشره وخليكم دافين حالكم كثير منيح، لانه في فرصه منيحه يتضاعف عندكم المرض. اليوم الرياضيين او الاشخاص اللي حابين يمارسوا هواياتهم الرياضيه في كافه اشكالها الاجواء ابدا غير مناسبه، وحتى اليوم السباحه الخارجيه او الركوب على درجات الهوائيه طبعا فكره مؤجله لحتى يتحسن الطقس شوي. متابعينا لهون بدي اتمنى لكم نهار جميل ودافئ، وبدي اذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس واحملوا معكم شماسي للتذكير فقط. وبدي اتمنى لكم السلامه مني ومن طقس العرب. الى هنا اللقاء.